اكيد انا بحييه طبعا، واحد من اللعيبه مش حرمنا من حاجه جميله. لف الكره الارضيه عمال يلففنا، ضرب معانا ملوخيه ورز فاكر في الاستوديو. لا جميل، بقول لك ايه، الناس مش عارفه القصه، لسه اسمع القصه دي. جينا في الاستوديو، كان هو معانا في كاس الامم الافريقيه الاخيره في الاستوديو، فدخلنا فهو جيب، فالشركه اللي جايباه سانشات معينه مكان لوحده بتاع، فقعد الراجل هو لذيذ جدا، واحنا جابوا له ماكدونالدز، واحنا طبعا ايه زي ما انت فاهم ما بين الشوطين جبنا فته ورز وملوخيه وبتاع مش عارف ايه. المهم 5 دقايق لقيته ده جايب الكيس بتاعه، جاي الراجل بتاعه جايب، يعني بيقول لك حاج ضيوف هو ليه قاعد كده؟ قلت له ما اعرفش. فجالنا انا ليه قاعد كده؟ قلت له يا عم تعالى العب معانا. قال لي ايه الاكل انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له بناكل كده. بص دخل في الفته يعني اكيد ملوخيه على طول بقى كل استوديو خلاص، ما في ولا مستني حاجه ولا بتاع، متعايش معانا في الكوره. لا لذيذ جدا 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 حقيقه.